أنا مختلفة وغريبة ونحب نعيش بعيد من العالم، نعيش الحياة البدوية الحرة باش نحكيها لكم ونوصلكم هذا الإحساس الساحر اللي نشعر به كل ما نقابل روعة الصحراء. إيزابيل إبرهارت كاتبة صحفية أوروبية على القرن العشرين، كانت عندها شخصية معقدة وعاشت مغامرات كثيرة في الجزائر. زادت إيزابيل عام 1877 في سويسرا في عائلة أرستقراطية غنية وذو أصول روسية. صح كانوا كاينين عدة مشاكل بين يماها وباباها، وما كانت إيزابيل تحمل كل هذا الدمار العائلي. وكي قفلت 20 عام في عمرها قررت يماها ترحل لبعيد. إيزابيل رحلت معاها وهكذا راحوا يسكنوا في الجزائر في عنابة. إيزابيل تمتم عجبتها المعيشة هنايا، خاصة في وسط الجزائريين. بالصح ما طولت بزاف حتى ماتت يماها، إما لا دخلت في التصوف باش تخفف على بالها، وبالعقل بالعقل لقات فيه الهنا اللي كان خاصها. من بعد ولات صحفية، تعلمت بالخف العربية ودخلت تخدم في جريدة الأخبار، ولات تلبس كالرجال وسمت روحها سي محمود، تركب على العود وتعيش في باتنا واد زوف والميزاب. في 1901 كي قفلت 24 عام في عمرها، إيزابيل عرفت الجندي سليمان هني حبها الكبير. تزوجوا تمتم وكملوا يعيشوا مع بعض 3 سنين هاد الحياة البدوية الحرة. في 1904 رحلوا العين الصفراء في دار قديمة قدام الواد، وفي واحد الليلة صبت شتا قوية، فاض الواد ورابت الدار اللي كانت مخدومة بالطوب. سليمان هني سلك، بصح إيزابيل إبرهارت توفت. دفنوها ناس عين الصفرة في جبانتهم، وقدروا يسلكوا شوية من روايتها اللي معظمها راحوا مع الواد. ولو كتابتها مشهورين بزاف، تحكي فيهم إيزابيل عشقها للصحراء وناسها، وكيفاش لقات في الحياة البدوية والتصوف كل حريتها. وإحنا اللي جينا غير لتزاير زاير يلقى رويحته وبزين المناظر ينبهر، ومنحكي على الزمان تمنوا لكم السطرة وطلال العمر.